لا اريد ادخل الشيخ. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، فكما كتشوفوا معنا دخول مدرب فريق اتحاد العاصمه الجزائري في هذا الاثناء خوان كارلوس غاريدو، يعني كما كتشوفوا معنا غياب لاعبي فريق اتحاد العاصمه عن ارضيه الملعب الاسباني خوان كارلوس غاريدو ابى الا انه يصعد الان يعني لتفقد ارضيه الملعب. يعني غاريدو يعني عنده سياده خاصه، عنده جنسيه خاصه، يعني ما كيعترفش بهذه الخزعبلات كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في. خوان كارلوس يعني دخل وتفقد الملعب، يعني في انتظار القرار النهائي الدخول من عدمه. فكما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في، فالمسؤولين ديال فريق اتحاد العاصمه الجزائريه يعني كيطلوا، يعني هما براسهم ما عارفين شنو يديروا. كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في، يعني بين الفينة والاخرى كيظهر مسؤول عن الفريق. كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في، دائما انتم معنا على المباشر، كل كبيره وصغيره تتعلق بالمباراه المصيريه لفريق او مباراه الحسم لفريق النهضه الرياضيه البكانيه امام فريق اتحاد العاصمه او الاتحاد الجزائري. فدائما قناه الشاب قناه شوف تي في تقربكم من كل كبيره وصغيره، يعني جميع الترتيبات دارت الان. كما كتشاهدوا معايا مشاهدي قناه شوف تي في الاوفياء في كل مكان داخل الوطن وخارج الوطن، يعني كنحاولوا نقربكم من قلب الحدث لحظة بلحظة في انتظار دخول لاعبي اتحاد العاصمة من عدمه. في واقعة غريبة، هل سنشاهد انسحاب باعتبار أن فريق النهضة الرياضية البركانية انتصر مباراة الذهاب حصة 3-0؟ كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في، الكل ينتظر، الكل يعني كيتساءل الان حول دخول اللاعبين من العدم ديالو. نعتذر للمشاهدين عن انقطاع
بين الفينة والأخرى الخارج عن الإرادة ديالنا. كما كتشاهدوا معنا مشاهدي كنحاولوا أننا نقربكم من كل كبيرة وصغيرة في انتظار دخول الفريق الجزائري من عدمه. كما كتشوفوا معنا بين الفينة والأخرى إذا غادي نقطعوا الصوت نظرا لتواجد الموسيقى داخل الملعب.
هذيك بحال دخلوا تاع ما عرفتش الشوري لا لا وقرا دار السلام ما دارش الشكاكه ها انا مزيان باش نطلع شي ميساج قريب لينا اللي غيضر ما يبانش هذا الميساج إذن مشاهدي قناة شوف تيفي عدنا لكم نعتذر عن قطاع الصوت يعني بالفين أخرى نظرا لحقوق التأليف خاصة بالموسيقى كما كتبوا الآن يعني بعد مسؤولي فريق اتحاد العاصمة يعني كيدخلون الملعب في هذا الأثناء يعني غير البعض فقط يعني الناس مغلوب على الأمر ديالهم يعني بعد دخول خوان كارلوس غاريدو مسؤول الآن من فريق اتحاد العاصمة الجزائري دخل للملعب فكما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي مركزين على بوابة الدخول في انتظار دخول لاعبي فريق اتحاد العاصمة الجزائري هل هو انسحاب ام هو انتظار هاتف من هواتف هل هو انتظار الأوامر أم رسالة لحد الساعة لا شيء رسمي ننتظر ما ستقول له الدقائق دائما مشاهدي قناة شوف تيفي في انتظار دخول لاعبي اتحاد العاصمة من عدمه ننتظر مشاهدي قناة شوف تيفي أكيد مشاهدي قناة شوف تيفي في هذا الأثناء جماهير البركانية على طريقتها تشجيع للفريق ديالها خلال هذه المباراة لحد الآن ننتظر لازلنا ننتظر هل يطول الانتظار أم تشاء الأقدار أن ينسحب الفريق الجزائري وبالتالي انتصار فريق النهضة الرياضية ذهابا وإيابا ستة أهداف لصفر أظن أن جاء القرار جاء الهاتف يعني بعد مسؤولين ديال فريق اتحاد العاصمة فهم الآن فرقعة الميدان يعني نقول البعض وليس اللاعبين وليس الفريق
ننتظر. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي نترككم مع عزيز الجماهير البركانية، نترككم للاستماع للجماهير نعدة بركان. الجماهير الآن تطالب أو الجماهير تطالب بعدها بالتصفيق. ننتظر الرد، ننتظر المكالمة الهاتفية، أقوى المكالمة الهاتفية مشاهدي قناة شوف تيفي على المباشر. ننتظر ما ستقول لنا هذه المباراة، هل هي سداسية لفريق نهضة بركان دون عناء وبالتالي التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. أكيد مشاهدي قناة شوف تيفي تنتظرون معنا، تنتظرون اللحظة، لحظة الحسم، أكيد في انتظار مكالمة هاتفية. أظن في هذا الأثناء فريق النهضة الرياضية البركانية سيخوض التسخينات. المعيد البدني للفريق I'm not that.
أدنى دخول لاعبي فريق نادي بركان لإجراء حصة. التدريبية أو إحماء قبل المباراة. الملعب دخول لاعبي فريق نهضة بركان من اجل اجراء كما كتشوفوا معنا مشاهدي انا شوف تي في وسط تصفيقات الجماهير اثناء أكيد مشاهدي قناة شوف تي في دائما تتابعوا معنا دخول لاعبي فريق النهضة الرياضية البركانية المغربي من أجل إجراء تسخينات قبل مواجهة فريق اتحاد العاصمة الغائب عن رقعة الملعب. أكيد مشاهدي قناة شوف تي في كما كتابعوا معنا لاعبي فريق نهضة بركان لحد الساعة فقط جماهير اتحاد العاصمة هي اللي دخلات. غادي نحاولوا مشاهدي قناة شوف تي في أننا نقربكم من الصورة. يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في جماهير اتحاد العاصمة هم الوحيدين الآن في الملعب. زكريا زكريا نادي
مشاهدي انا تشوفت هذا الاثناء التشكيله الرسميه لفريق النهضه الرياضيه البركانيه بحراسه المرمى الحارس الشاب حمزه يعني العميد يوسف بيضايو يوسف الفعلي ايوب خيري محمد مرابط عادل طائف عبد الحق عسال ياسين خيري حمزة النساوي يوسف خيري نترككم مشاهدي قناة شوف تي في مع عزيز فريق أو جماهير فريق النهضة الرياضية البركانية. حتى الساعة الفريق البركاني الآن كيتواجد في أرضية الملعب في انتظار دخول لاعبي فريق اتحاد العاصمة الجزائري. فأكيد 40 دقيقة متبقية غيتحسم فيها الأمر إجراء المباراة من هادمها. Thank you.
Yeah.
عشان وعدتوش امين.
صافي كذا غادي نطلع بالدراري.